من بعد بديع أبو شقرة والثنائيات اللي جمعته بالممثل كريم رزق الله، بديع أبو شقرة وثورة 17 تشرين، الثورة فشلت؟ أكيد لا، أكيد لا، الثورة ما فشلت، الثورة عملت إنجازات خطيرة جداً، الثورة كسرت حاجز الخوف، الثورة سقطت نواب، الثورة هي منا أكتر من حالة اعتراضية تترجم بالشارع، تترجم بأفكار، وتترجم بعنف ثوري، والعنف الثوري حلال. ليه ما خضت تجربة الانتخابات النيابية؟ لأنه منا شغلتي، أنا شغلتي ممثل وممكن يكون عضو مجلس نقابة، بس منا شغلتي يكون نايب. والانتخابات النيابية اللي شفناها دخلت نواب تغييريين إلى المجلس النيابي، كيف بتلاقي أدائهم اليوم؟ أنا بلاقي هيدي مرحلة مثل واحد اللي عم بيكتشف الطريق اللي بده يسلكها، بس أنا برأيي رح يوصلوا لمحل ما رح يلاقوا إلا المواجهة، والمواجهة الواسعة يعني ما رح تكون مواجهة سهلة، يعني هلأ هني عم يشتغلوا وعم بجربوا يشتغلوا، بس بعدين رح يلاقوا إنه كل البواب رح تكون مسدودة بوجهن، ما هيدي السلطة مسيطرة على كل شيء، مسيطرة على التراب، مسيطرة على الضوء، مسيطرة على الهواء، وعند مندوبين ومخابرات ووين ما كان. فإذا أنا برأيي نحن قادمون على مواجهة. أنت منشوف بديع ومن ضيعة عماطور مثل ما ذكرت ببداية هالحلقة، ودعمك للثورة يلي هو إذا بدك مضاد للأحزاب الموجودة بالشوف، ما خوفك تخسر جمهورك بالجبل؟ إذا بده يخسرني لأنه هيك رأيه بيكون صح. تعرضت للتهديد بكل صراحة من قبل بعض المناصرين؟ مش من قبل بعض المناصرين، تعرضت للتهديد من قبل ناس ما بعرفهم خلال الثورة. كيف؟ رسائل، مسجز، وراقع سيارتي. شو يقولوا لك؟ تهديد بالقتل؟ لا مش بالقتل، يعني تهديد بطريقة أنه بدنا نكسر لك إجريك، أو أنه إذا رحت لهون أنت مينك أصلاً ما بتسوى شيء، هيك يعني حكي. هالشي قواك أو خوفك؟ ما أثر فيه لا من قريب ولا من بعيد، كأنه مش موجود. جرأتك بإبداء رأيك السياسي بشراسة سببه أنك محمي بباسبور أجنبي؟ أو لأنك بديع أبو شقرة؟ ما بيحمي الباسبور الأجنبي بهيك حالات، ما بيحمي. أنا برأيي لأنه سبب هيدا الموضوع لأنه في حالة استفزاز مقرفة بتخليك آخر شيء تقول مش فرقاني معي شيء، وأنا أخد قرار أنه مش رح أمشي بالأول، أنا بمشي ورا الناس، بس يمشوا بمشي، بس يتحركوا بتحرك. وانت مشيت مع الناس بثورة 17 تشرين الى جانب نخبة كبيرة من الوجوه الفنية، ولكن لاحظنا غياب للفنانة جوليا بطرس والفنان زياد الرحباني، عندك عتب عليهم؟ لا، ما عندي شيء اقوله يعني لهم، لانه يعني كل واحد بالنهاية عنده خياراته، شو بدي اقول له؟ زياد الرحباني عمل اللي عليه وزيادة. وجوليا؟ ما بعرف. لما طلبت من الفنان جورج خباز يشكل حكومة وهمية من الفنانين، اختار بديع أبو شقرة كوزير للسياحة، راضي على هالاختيار قبل كل شيء؟ شو بدك أحسن شيء؟ السياحة هي بتمشي بالبلد إن كان خربان ولا ما كان ولا إن كان ظابط، يعني أسهل شيء هذا الموضوع. طب شو أول قرار بتاخده بحال فتت على وزارة السياحة بالفعل؟ فرض ضريبة على كل فنان أجنبي بده يجي على لبنان يعمل شيء سياحي، يعني كان مهرجانات، فرض الضريبة والتدقيق فيها، مش مثل الضريبة اللي عم بتصير هلا. من بعد الشغلة الثانية بس روحوا سكروا وانبسطوا ورقصوا وعيشوا. حبوا الحياة.